علمائنا مش واقفين سيدات ولا رجالة، احنا مش بنصنف بالجندر ابدا، احنا بنصنف بالعقول، وهي دي الميزة اللي بتميزنا في صحيح. الجمهورية الجديدة، لان ضمن 17 عالم شاب تم اختيار الدكتور احمد فاروق للمشاركة في اسبوع علماء نوبل من جانب الأكاديمية الأفريقية للعلوم بنيروبي، وبيتم الترشح للعلماء المشاركين من خلال مؤسسات علمية بتمثل القارة بأكملها، يعني مش كل واحد يروح ياخد ورقه ويروح، لا المؤسسات هي اللي بتختار. صحيح، مش بس كده يا منى، يمكن الاختيار ده في النهاية بعد الترشيحات دي بيتم اختيار من 500 ل 600 عالم شاب تحديدا من 80 دولة على مستوى العالم لحضور أسبوع علماء نوبل. ضمن 17 عالما شابا، أعلنت الأكاديمية الأفريقية للعلوم بنيروبي عن اختيار الدكتور أحمد فاروق متولي سالم المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة للمشاركة في أسبوع مع علماء نوبل، والذي يتضمن محاضرات علمية وورش عمل وجلسات مناقشة وأنشطة تفاعلية. ويتم الترشيح للمشاركة من خلال مؤسسات علمية تمثل القارة بأكملها، ومنها يتم تقييم الترشيحات على عدة مراحل من خلال مؤسسة لاندو نوبل نفسها، ويتم الاختيار من 500 إلى 600 عالم شاب من 80 دولة على مستوى العالم لحضور أسبوع مع علماء نوبل في التخصص. الدكتور أحمد فاروق تم ترشيحه العام الماضي، وذلك بعد بذل جهود وتميز علمي في مجال العلوم والهندسة، وكان ضمن الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2022، والتي أعلنها مجلس أكاديمية البحث العلمي. وتمكن الدكتور أحمد فاروق من نشر حوالي 80 ورقة بحثية في مجالات عالية التأثير، وشغل موقع المحرر الأكاديمي في العديد من المجلات العلمية، وحصل أيضاً على الكثير من الجوائز الدولية، منها وسام العالم الشاب بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2019، وأفضل قادة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات بالمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، وأيضاً ميدالية العالم IAAM للعام 2022 بالسويد، بالإضافة إلى العديد من الإسهامات في نظريات المعلومات والتعلم الآلي والتشفير.